اسمي أنغام الراوي، عمري 23 سنة، من سوريا، مقيمة بالأردن. أنا كان عندي كتير شغف بالتجميل، كتير بحب هذا المجال، بحسه مجال كتير واسع. شفت على الفيسبوك إعلان لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، فحبيت أني أكون معهم في هذا المجال. ضمن برنامج ستيب للتدريب والتعليم المهني أخذنا دورة تنقسم لقسمين، قسم مهارات الحياتية والقسم التعليم التقني. ضمن مرحلة التدريب مهارات الحياتية أخذنا الثقة بالنفس، اعتماد على الذات، كيف نحن نطور نفسنا، مراعاة الوقت والاعتماد على الوقت، وكيف نكتب السيرة الذاتية عن حالنا. مرحلة التدريب التقني أخذناها في أكاديمية بيت باريس، كانت عبارة عن تصفيف شعر أساسياته، وأخذنا فيها دورة البروتين كانت كتير رائعة، وأخذنا فيها البديكير والمينيكير. بعد ما تدربت صار عندي الخبرة الكافية أن أكون فيها بصالون، دخلت على صالون، صار إلي الراتب الخاص فيني، الدخل اللي فيني أكون حالي منه وأساعد أهلي منه. بعد ما اشتغلت في الصالون صار عندي خبرة كتير كافية أنه يكون في عندي إلي شغلي الخاص فيني، فأنا صرت أنا أطلع خدمة منزلية إلي زبائني الخاصة فيني، أنا بروح لعندهم بوفر عليهم أنه بدل ما هم الستات يجوا أحيانا بيكونوا كبار شوي بالعمر أو هيك، فأنا بوصل لعندهم وبساعدهم، وبالعكس يعني الدخل الشهري اللي بيجيني الحمد لله كتير منيح. إن شاء الله رح أشتغل على حالي لفترة لقدام، إن شاء الله أنه يكون عندي صالون خاص فيني اشتغل واشغل معي صبايا معي بالصالون. نصيحتي للشباب والصبايا اللي حابين انهم يبلشوا شغل جديد، اعرفوا وين شغفكم في الاشي اللي انتم بتحبوه، بلشوا فيه ورح تجيكم ان شاء الله فرص كتير حلوة وكتير رح تبدعوا فيها.